الولد ده بيستهتر في الكلام. يعني المفروض ان وزير التربيه والتعليم على سبيل المثال يطبع الخريطه بتاعه برنارد لويس اللي اقرها الكونجرس الامريكي بالاجماع سنه 1983، ومصر متقسمه الى دوله مسيحيه في الشمال عاصمتها الاسكندريه، دوله سنيه من جنوب الدلتا حتى اسيوط عاصمتها القاهره، ومن اسيوط حتى شمال السودان دوله نوبيه عاصمتها اسوان. يعني لغايه اسيوط دي مخططات التقسيم. ها؟ دي مخططات التقسيم مرسومه من سنه 83 وموجود مقسمين السودان وبعدين عندك بقى شرق الدلتا مع سيناء لفلسطين تحت الهيمنه الاسرائيليه، تبقى اسرائيل يعني من النيل للفرات فعلا كده. والسودان برضو مقسمينها لدوله مسيحيه في الجنوب جوبا، وشوف الكلام سنه 83 ونفذوه سنه في جوبا 11. وادي العراق وادي سوريا 11، وبعدين وقعوا سوريا وقعوا ليبيا وقعوا اليمن وجم على مصر بقى خلاص بقى ما هي. والمخطط بتاع برنارد لويس قطع الاطراف وبعد كده اهجم على القلب، وطبعا الاطراف يعني